السلام عليكم، كيف حالكم؟ كسرنا كما سمعنا فيديو جاي بالقناة، وأخيرا أخيرا أخيرا رجعنا من نزل فيس كام بالقناة، وعندنا بهذا الفيديو تحدي فوت درافت بدون دوري الإسباني. عملت تصويت بتويتر، يعني التصويت مو من الآن، تقريبا من حوالي أسبوع، وأغلب الناس قالت إنه ساوي تحدي درافت بدون دوري إسباني. تحدي رح يكون صعب أكيد، لكن إن شاء الله رجعنا للفيس كام من الآن، وصاعدا يعني رح نرجع للفيس كام أكيد. فبتمنى منكم أقوى دعم وتشترك بالقناة، إذا ما كنت مشترك بداية دعمك بزر اللايك. وبسم الله خلينا نشوف يا حبيبي. عنا طبعا أخذت درافت مجاني، فبيقولوا إنه الدرافت المجاني بجيب لاعبين جدا ممتازين، فخلينا نشوف. راح ندخل طبعا، ما راح نختار ولا لاعب من الدوري الاسباني، فبسم الله خلينا نشوف الخطط يا رب. 4 3 3. طيب راح ناخذ خطه 4 3 3، افضل خطه، يعني بفضل انه العب بهي الخطه. فبنشوف الكابتن يا رب، هيك يجينا شي لاعب ممتاز. جارت بيل ما بنقدر نختاره. او ميسي من اول، ميسي تيم اوف ذا يير. والله حرام، عنا اوزيل، عنا اجويرو وروبن. والله شوف يعني راح بختار مين، خلينا نختار اجويرو على اعتبار الدوري الانجليزي يعتبر اقوى دوري يعني بعد الدوري الاسباني. يا الله والله ما في ولا واحد ممتاز. في عنا نوليتو بيشبك بيرفكت كيمستري مع اجويرو، فبيكون افضل شيء نروح على مركز الجناح اليسار. وبسم الله يا الله، مختريان، مختريان ممتاز، معلش بس يعني مختريان يعتبر افضل من محمد صلاح كطاقات. فخلينا نروح على مركز السي ام يا رب، هيك دي بروين ازرق ولا شيء. وبسم الله نينجولان ممتاز. والله شوف يعني انا هذا دوري انجليزي، لكن نينجولان يعتبر جدا ممتاز، فرح ناخذ نينجولان. نروح على مركز السي دي ام وبسم الله. اوه والله حلو، في شويه خيارات ممتازه صراحه. انا هذا مكارثي دوري انجليزي، عن سانسون هذا دوري فرنسي، لكن صراحة طاقاتها تعتبر جدا ممتازة، طاقاته كلها فوق الـ80، فرح ناخده. نروح على مركز السي دي ام اللي بعده يا رب، هيك يجين شي سي دي ام ممتاز يا حبيبي. عن جونالوس، هندرسون، هندرسون ممتاز دوري انجليزي، فيعتبر خيار جدا ممتاز. نروح على مركز قلب الدفاع الاول وبسم الله. يا الله والله كنت بتأمل بشي مدافع هيك من الدوري الانجليزي. عنا باتشتوبر دوري الماني، ما في ولا واحد دوري انجليزي، دوري ايطالي ممكن. راح ناخذ باتشتوبر دوري الماني وجنسيته المانيه، ممكن يساعدنا بشكل كبير. نروح على مركز قلب الدفاع اللي بعده، متاملين هيك بشي قلب دفاع من الدوري الانجليزي يكون ممتاز. يا الله والله ما في ولا مدافع دوري انجليزي. عندنا دوري فرنسي، والله صعب، يعني عندنا جليك دوري فرنسي فهو افضل شيء ممكن نشبكه مع هذا السي دي ام. طيب والله ما بعرف لغاية الآن، رح نترك الأظهرة، خلينا بس نشوف هيك مراكز الدفاع الاحتياطي يا رب، هيك شي مدافعين ممتازين. وبسم الله توبراك دوري ألماني، كليني، كليني ممتاز، يا سلام عليك، تعال تعال يا أبو كلي تعال. حلو حلو، لو بيجينا هون هيك بونوتشي ولا شي بيكون ممتاز يا رب. أوه عنا إلبي برازيلي، عنا ماركينيوس من الدوري الفرنسي، يعني ممكن نحط كليني على الاحتياط وننزله مكانه. طيب رح ناخذ ماركينيوس على اعتبار دوري فرنسي، ممكن يساعدنا وجنسيته برازيلية. نروح على هذا المركز يا رب، يا الله بارولو. وعنا شاكيري، ما بنحتاج شاكيري لأنه عنا مختريان، فرح ناخذ بارولو على اعتبار من الدوري الإيطالي، ممكن نحطه مكان هندرسون فبيعطينا تناغم لكليني. الآر بي يا رب، يا رب داني ألبش أزرق، يا رب داني ألبش أزرق. يا الله في من الدوري الإيطالي، هذا يمكن أفضل شيء إنه طلعنا من الدوري الإيطالي فبيساعدنا بشكل كبير، خلينا ناخده. والله لغاية الآن مالي عرفان التشكيلة أني دوري، في عنا دوري فرنسي وإيطالي وفرنسي، فرنسي وإيطالي وإنجليزي. فالال بي بسم الله دوري إيطالي. أوه ألكساندرو ممتاز، ألكساندرو والله ممتاز، راح نخلي الدفاع دوري إيطالي، يعني شوف عندك كليني، لو جانا هيك بونوتشي ولا شيء فبيكون شيء ممتاز. وبسم الله راح ناخذ شنايدرلين على اعتبار سي دي ام وجنسيته فرنسيه، ممكن نحط ماركينيوس بقلب الدفاع هون فبيشبك مع اللي هو هذا السي دي ام ومع الكساندرو. فنروح على الحارس يا رب، يا رب يجينا هيك بوفون يا رب. يا الله روفير دوري فرنسي ما بياخذ بيرفكت كيمستري. عندنا سيريجو ممتاز، سيريجو دوري ايطالي وبيعطينا تناغم كليني، فعندك كليني اكيد تناغم 10. طيب خلينا نروح على هذا المركز وبسم الله يا رب. او مولر، عنا طبعا بعض اللاعبين من الدوري الاسباني ما بنقدر ناخذهم، عنا مولر هو افضل شيء، عنا بونافنتورا كمان والله دوري ايطالي فممكن ينفعنا نوعا ما. والله صعب بونافنتورا ينفعنا فرح ناخذ مولر. طيب نروح اللي بعده بسم الله يا رب، يا رب يا رب في لاعب ممتاز، جاريث بيل ما بنقدر ناخذه. هازارد، ميسي، ميسي المرة الثانية على التوالي، هازارد عنا هالمرة، فهازارد ممكن ينفعنا بشكل كبير، فخلينا ناخذ هازارد ونحطه جناح يسار. حاليا ما راح نساوي اي شيء، فخلينا نروح على اللي بعده بسم الله يا رب، يا رب هيك شي لاعب ممتاز. اوه دي ماريا، اوه ديبالا، يا سلام. اوه نيمار، طبعا نيمار ما بنقدر ناخذه، عنا ديبالا من الدوري الايطالي، يا سلام عليك يا ديبالا تعال،
ممكن نحطه هون، ما بنعرف شو اللي ممكن يصير معنا بالضبط. خلينا نروح اللي بعده. التشكيله غالبا رح تكون دوري انجليزي ودوري ايطالي، فعندنا دانيلو دوري انجليزي، نيمار حتى يا الله نيمار كل مره نيمار. طيب بيطلعوا لنا نسخه باريس سان جيرمان على الاقل، عندنا محرز عندنا زباليتا، فرح ناخذ رياض محرز طبعا على اعتبار ما فينا ناخذ نيمار. نروح على اخر مركز عندنا، يا رب هيك شيء لاعب ممتاز يا الله. عندنا والله ما في ولا لاعب ممتاز، في عندنا ايتوربي، ايتوربي الدوري الايطالي فممكن ينفعنا، ممكن نحط ايتوربي على على اليمين، وبنحط اللي هو طبعا ديبالا بالنص، وممكن نحط هازارد على الجهة اليسرى، ممكن يعني نخليه على هذا الشكل وناخذ نينجولان نحطه هون. والله ما بعرف شو اللي ممكن يصير معنا بالضبط، لسه في عندنا مركزين ما عدا الحارس. بسم الله نروح على هذا المركز، يا رب يا رب شي لاعب ممتاز. لاكازيت، انيستا، لا نيمار، لا 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 يا الله نيمار تيم اوف ذا سيزون وانيستا تيم اوف ذا يير، والله حرام والله حرام. دي ماريا، وعندنا لاكازيت، لاكازيت راح ناخذ لاكازيت، تعال يا لاكازيت. عندنا اخر مركز، يا رب يا رب هيك يختموها معنا بشي لاعب هيك جناح يسار من الدوري الايطالي بس يكون شي ممتاز. ميسي في البلان ما بنقدر ناخذه، مارسيلو ما بنقدر ناخذه، والله حرام راح علينا ميسي، راح علينا نيمار، راح علينا كثير لاعبين. شوف حتى مارسيلو، داني الفيش ممكن نحطه كظهير يمين، لكن فيليب لام يعتبر افضل منه صراحة، لكن ما عندنا هالدفاع من الدوري الالماني، في باتشتوبر لكن ما في حارس. رح ناخذ داني الفيش، يعني افضل شيء ممكن ناخذه، لا بنقدر ناخذ ميسي ولا مارسيلو. فيليب لام جيد لكن بطيء، فرح ناخذ داني الفيش ونحطه ظهير يمين هون، بيكون شيء ممتاز. وعندنا الحارس الاحتياط، يا رب هيك يجينا بوفون او يجينا حارس هيك من الدوري الفرنسي، نشوف هيك مين بيجينا. بسم الله يا حبيبي فضي، اوه هدول عندنا، هذا دوري فرنسي خلينا ناخذه. صراحة تشكيلتنا تعتبر جدا جدا ممتازة، لكن يمكن كان ناقصنا بعض العناصر او التناغم شوي مضروب، رح احاول هيك خربط بالتشكيلة اجيب اعلى تناغم ممكن وبرجع لكم. والله صراحة ما توقعت اني اوصل تناغم 98، ولسه طبعا ما اخترنا المدرب، فشوف تناغم اللاعبين شيء جدا ممتاز، ورح نختار مدرب ان شاء الله يوصلنا هيك التناغم 100. عندنا مدرب دوري انجليزي، ما في مدرب دوري انجليزي، عندنا هذا لل 99، عندنا هذا ما بيزود لنا اي شيء، هذا ايضا لل 99 يا الله، والله ما في ولا واحد بيزود لنا الكيمستري للمية. فعنا هذا لل 99 يمكن افضل شيء ممكن ناخده، فخلينا ناخذ هذا المدرب اللي بيزود لنا التناغم لل 99. 99 يعتبر شيء ممتاز قريب جدا يعني من المية، ما كنت متوقع اني اوصل تناغم. تشكيلتنا بشكل عام تعتبر جيده جدا، يعني لو شفت عنا اجويرو، عنا مختريان، عنا هازارد، وعنا ايضا بالاحتياط يعني عندك ديبالا وعندك محرز ولاكازيت وغيرهم، راح نشوف شو راح نساوي داخل المباراه. فخلينا ننطلق الان على اول مباراه. اوكي، وتشكيلة خصمنا الاول، بسم الله والله تشكيلة حلوة، تشكيلة من الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي، تشكيلته الصراحة جدا جدا متكاملة، يعني عندك من العناصر الهجوم يعتبر جدا ممتاز، يمكن دفاعه شوي ضعيف، فان شاء الله نسوي شيء ممتاز بهالمباراة، وهي بدنا ليتس جو على اول مباراة. يا سلام، يلا هازار، يا سلام عليك يا هازار، يلا يا هازار، يا الله على العارضة، من اول عارضة، يلا يا النينجا، يا الله ابو كلي، يا الله يا الله، الله عليك يا كليني، يا سلام عليك، روح اجويرو اجويرو اجويرو، يا الله كيف صد الحارس، اوه والله الحارس صار صد الكرتين، يا الله يا الله يا الله، والله اجتنا عارضه والحارس صد، انا كان المفروض العبها بالزاويه البعيده، حرام. يا سلام عليك النينجا، يلا يلا ديبالا، الله عليك يا ديبالا، الهدف الاول من ديبالا، والله ديبالا ما عنده ولا اروع، شوف 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 مره ثانيه، والله ديبالا باليسار حطه بالزاويه، روح جيبها يا حارس روح، يلا يا ساندرو، الكساندرو الكساندرو الكساندرو، يا حكم فاول واضح، والله فاول واضح، يلا ديبالا 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 ديبالا، الله والله لو اعطاني ضربه جزاء بس. شوط اول الصراحة كان ولا اروع، سجلنا فيه هدف، شوف هو ما اجته الا هجمة واحدة، كان المفروض تكون 2-0 صراحة، لكن تشكيلتنا بشكل عام تعتبر ممتازة جدا. لازم طلع هندرسون، هندرسون تقيل شوي بالملعب وبطيء، فراح ننزل مكانه مين والله ما بعرف، فراح ننزل هذا سانسون، يعتبر يعني افضل منه اكيد، فراح نخلي تشكيلتنا على هذا الشكل، وخلي بينا ننطلق على الشوط الثاني. لا 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 لا، يا سلام يا داني يا سلام، يلا جيبوا جيبوا يا داني جيبوا يا داني، والله لو كان داني الفيش تيم اوف ذا يير كان جابه، اوه والله سحب الدفاع، والله سحب الدفاع كله، والله بيستاهل هدف، سحب الدفاع كله. لا 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 لا، روح يا الكساندر روح، يلا عليك يا حارس، والله على الطاير بالقدم الضعيفه من رونالدو،
يلا ديبالا خلص ديبالا خلص ديبالا خلص ديبالا، الله عليك الثاني. والله ديبالا شيء خرافي يا اخي. هو حلو حلو، الحمد لله رجعنا تقدمنا. يلا 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 يلا، فرصة سهلة. الله عليك يا هازارد، يا سلام غلطة من دفاعه، أكيد نحن ما راح نضيع. يا سلام يا هازارد، 3-1 شيء ممتاز. لا 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 لا، كيف اجت مثل هي، كيف اجى مثل هالهدف؟ والله بنص المرمى شايطه. اوه والله رد سريع من لكازيت. يا سلام عليك يا ابو كلي، الله ياخذك يا ابو كلي. الله يا ابو كلي. اجويرو الله عليك، انهاها اجويرو. وين يا حبيبي وين؟ والله كان رد سريع علينا من لكازيت، لكن اجويرو يا حبيبي ما بيضيع بالوقت، بضل ضايع بننهي المباراة. الله انتهت المباراة، فوز بنتيجة 4-2، فوز مستحق الصراحة. يعني تشكيلته كانت جدا جدا ممتازة. شوف التبديلات اللي نزلها او التبديلات اللي بدلها، في المهم نزل رونالدو، نزل ميسي وجريزمان، عنده عناصر جدا جدا ممتازين. يمكن دفاعه شوي ضعيف، حاولنا ان نستغل هذا الشيء وسجلنا يعني 4 اهداف، شيء يعتبر جدا ممتاز صراحة. مباراة اولى جدا ممتازة، وخلينا ننطلق الان على ثاني مباراة. وبسم الله تشكيلة خصمنا، بسم الله. والله تشكيلة، والله تشكيلة. شوف الهجوم عنده كافاني وميرتنز، يا الله، وعنده بالدفاع بونوتشي وكليني. والله تشكيلته متكاملة جدا، الله يسترنا صراحة من هيك خصم. وبسم الله ندخل على المباراة. يا الله يا ديبالا، يا الله يا ديبالا بالعارضة، تاني مباراة على التوالي عارضة. اوب 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 اوه، عارضة 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 بعارضة صارت، يا الله يا الله. بونوتشي اللي جابها، بونوتشي. يلا يا اجويرو، يلا يا اجويرو، يا الله كيف صد الحارس. يلا يا داني، يا الله كيف ضاعت. يا الله يا الله، والله كافاني ما بيضيع. اوه ضاعت بالقدم الضعيفه، حلو. يلا يا النينجا، يا الله عليك يا نينجولان، بيجي التعادل. يا سلام، والله ما توقعت الصراحة النتيجة يعني، لكن الحمد لله نينجولان ما ضيع. الله يسترنا. لا 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 لا، يا سلام يا ابو كلي. اوكي، نهاية شوط اول متكافئ الصراحة. الشوط الاول يعني 4 هجمات لنا و4 هجمات له. يلا الشوط الثاني، يلا روح يا جليك، الله ياخذك انت والتقل يا جليك. يا الله اللاعب تقيل بشكل مو طبيعي، وميرتنز اساسا خفيف. ديبالا يا الله، يلا الله عليك يا هازارد، الحمد لله. مع انه اجت بالمدافع وراحت على الجول، بس اهم شيء سجلنا اخيرا. شوف والله باص حلو كان من ديبالا، اجت بكليني وراحت على الجول، الحمد لله اهم شيء سجلنا. اوه على الشوط الاضافيه، والله مباراه حلوه، 2-2، تشكيلته قويه جدا جدا خاصه بالهجوم. عنده ميرتنز وكافاني، فان شاء الله نساوي شيء بالشوط الاضافيه ونحاول انه نفوز. والله عليك يا ديبالا، بنتقدم بالنتيجة. والله لما حولنا ديبالا لمركز الاس تي عمل معنا فرق، عمل اسيست وسجل هدف. شوف ديبالا من بين بونوتشي ولا كليني وسجل هدف، يا سلام عليك. اوكي، نهاية شوط اضافي اول، والله سجلنا هدف اهم شيء، ان شاء الله بالشوط الاضافي الثاني نحاول انه نسجل كمان. يلا يا سانسون، يا سلام عليك. والله حطه بالتسعين، حطه. شوف شوف بالإعادة، شوف والله باصات كانت جدا جدا رائعة، وحطها بالزاوية، الله عليك. والله يا الله. اوه الحمد لله انتهت المباراة، فزنا بنتيجة 4-2، الحمد لله. أهم شيء إنه فزنا حتى لو بالأشواط الإضافية. الصراحة تشكيلة الخصم كانت جدا قوية، ونحن أساسا عم نلعب بدون الدوري الإسباني، وكان شيء جدا ممتاز. ديبالا نجم المباراة أكيد بدون منازع، لاعب جدا جدا ممتاز. وحاليا يعني حاليا نحن عنا مباراة نصف النهائي، فإن شاء الله نساوي شيء فيها، وهي بدنا ننتقل على مباراة نصف النهائي. أوكي، تشكيلة خصمنا بنصف النهائي، وبسم الله نشوف التشكيلة.
يا حبيبي تشكيلي جدا جدا ممتازة، لكن الكيمستري عنده مضروب، فعنده مودريتش أزرق، رونالدو الريكورد بريكر، ودفاعه جدا جدا ممتاز، دافيد لويز ووالكر وماركينيوس وفيليب لويس وحارس دوناروما، وأيضا خط الوسط شيء خرافي، تشكيلته متكاملة، وأكيد عنده ناس على التبديلات. فبسم الله ننطلق على المباراة. يا سلام على الباص، يا الله لو كملت بس. أوب 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 أوب. اوه والله ضيع جارث بيل. اوه لا 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 لا، يا سلام عليك يا سيرجو. الكساندرو يا الله. اوه يا الله، يا سلام عليك يا مدافعنا، طلع 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 يا حارس. يا الله حرام، والله حرام مثل هالاهداف باخر الشوط الاول. يا إلهي وينك يا ألكساندرو وين؟ لا 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 لا، والله حرام، أقسم بالله حرام الأهداف، المدافع جدا جدا بطيء هذا جليك. يا أخي والله الشوط الأول كله إلي، الاستحواذ إلي، إجيته بآخر الشوط الأول يمكن من الدقيقة 40 للدقيقة 45 إجيته 4 تسديدات سجل منهم هدفين، ما بعرف كيف. سلل يا حكم. طيب هاي الأهداف الغبية هاي كيف لا 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 لا. يا الله وين 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 وين، شوفوا كيف المدافعين بتفر. امسك امسك يا حارس، امسك امسك امسك، روح يا سانسون. يلا ديبالا ديبالا، الله عليك اخيرا يا ديبالا. اوه دقيقة 85، بإمكاننا أن نرجع، بإمكاننا أن نرجع. لا 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 يا ابو كلي لا. يا اخي مو رضيانة تنقطع. يا الله صفر الحكم، والله حرام الخسارة، حرام المباراة انحسمت من الشوط الأول، بنهاية الشوط الأول ديبالا نجم المباراة، يعني شوف مشان تعرف بس انه هو ما له قاعد عم يلعب، يعني شوف رونالدو 8.5، باقي الفريق تقييمه جدا جدا تعبان، ديبالا 6، جارث بيل 8، وما في أي شيء، كان يعني أداؤه جدا عادي، وكنا بنستاهل الصراحة الفوز، لكن الحمد لله على كل حال يعني تأهلنا لنصف النهائي، يعتبر شيء جدا ممتاز، خاصة انه عم نلعب تحدي، فيعتبر شيء جدا ممتاز صراحة بالنسبة لي، 6 هجمات بـ6 هجمات، فخلينا نروح ونشوف الباكجات. يلا اعطونا اعطونا باكجات، والله حلو، باكج 7500 وباكج 15000، يلا بنتامل انه يجينا هيك شي لاعب ممتاز. اوكي بيج فلير على الاقل، ما والله ما في حتى بيج فلير، انا حاليا باكج ال 15000 متامل انه يجيني منه هيك شي لاعب ووك اوت، يا رب يا رب هيك يجينا شي ووك اوت، وبسم الله يلا يا رب يا رب. لا 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 لا، بيج فلير على الاقل، والله ولا حتى بيج فلير، الباكجات سيئه بشكل مو طبيعي، عنا ريد وما بعرف مين، باكج باكج جدا جدا عادي الصراحة. فبس شباب هيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى الفيديو عجبكم، إذا عندكم أي تحديات اكتبوا لي إياها تحت بالتعليقات، ولا تنسى تدعمنا بزر لايك وتشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، روابط حساباتي تويتر وانستجرام تحت بالدسكربشن، بتمنى إنك تروح وتتابعنا عليهم، وإن شاء الله قريبا رح أحاول إني أساوي سناب شات، فبتمنى منكم أقوى دعم تشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، وإن شاء الله بتكون عودتنا قوية للفيس كام، ورح أحاول إني أرجع أنزل نمط المهنة قبل ما تنزل لعبة فيفا 18، وبعتذر إنه صار لي حوالي يمكن 3 أسابيع أو حتى يمكن شهر ما نزلت ابدا بنمط المهنه، فبعتذر الصراحه، وان شاء الله رح احاول انزل حلقه بكره او بعد بكره بالكثير. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، شكرا خيف دياجي، في امان الله.